write a program that reads 7 integers and print their minimum. اليوزر هيدخل 7 قيم ونطلع أصغر قيمة فيهم اللي هي 5. طيب نبدأ. بسم الله. include ال input output stream using namespace اسمها standard وادي المين function ونعرف ال variables اللي احنا محتاجينها في رقم او قيمة اسمها x من نوع انتجر وفي عداد يعد من 1 لـ 7 وعايزين كمان مينيموم نمسك فيه اصغر قيمة ونطلب من اليوزر المحترم نقول له انتر 7 انتجرز وطالما القيم هتدخل في نفس السطر ما حطتش سلاش ان هنقرأ قيمة اول قيمة نعتبرها مينيموم فهو كده سي ان اول قيمة اهي هحطها في المينيمم على طول واللي هم من 7 كده انت خدت قيمة اللي هي 6 دي اتدخلت في المينيمم وما فيش مشكلة هقول الفور لوب بدل ما ابدأ من الواحد هبدأ من الاتنين لان قريت قيمة اصغر من او يساوي اكس اصغر من او يساوي 7 اسف واي بلس بلس دلوقتي لما نعد من 1 لـ 7 يطلعوا 7 طب لما عد من 2 لـ 7 عدهم كده تلاقيهم 6 بس لان انت قريت قيمة واعتبرتها هي المينيمم اوريدي يعني اول قيمة دخلت على طول في المينيمم اللي هي 7 وبعدين هنقرأ بقى قيمة قيمة 15 لا 6 مش 7 6 اول قيمة 6 اللي هي دي بعدين 17 9 5 11 8 عايز في كل مرة أقارن القيمة دي بالمينيمو فهل الـ15 أقل من 6؟ لا تفضل الـ6 17 أقل من 6؟ لا تفضل الـ6 9 لا تفضل الـ6 5 تفضل تبقى 5 بعدين تظل 5 تظل 5 فعايزين كل مرة نقارن نقول F لا مش F الأول نقرأ CN الX CN الX قرأنا القيمة كده طبعا هي لها 6 قيم وكل ما تدخل اكس نسأل هل الاكس اقل من المينيمم مفيش داعي يساوي لان لو في قيمتين يساوي بعض مثلا 6 و6 هيبدل على الفاضي ملهاش لازم بس لو اصغر اقول ان المينيمم يساوي اكس يبقى مره تاني كده اللوب اول قيمه اللي هي مثل الـ6 قريناها واتحطت في المخزن اللي اسمه من اللي هو هنا وبعدين قرينا بعد كده 6 قيم اقرأ واقارن هل 15 اقل من 6؟ لا 17 قرينا 17 اقل من 6 مش هيعمل دي يفضل يشتغل اذا جه رقم او قيمة زي اقل من 6 5 4 3 يعمل ايه يبدلها ياخد الاكس ويرميها جوه المينيم خلصنا طلعنا بره اللوب نطبع سي اوت هو عايز يكتب كلمة مينيمم يساوي ولا نقطتين نقطة مينيمم از نقطتين ومسافة ومن واند لاين وان وريتيرن زيرو طبعا الطباعة دي هتتم امتى بعد ما يخلص خلص اللوب يعني يفضل شغال ويخلص الكود ويروح ويفضل شغال كده لغاية ما الاي تبقى 8 اذا الاي بقى 8 خلاص خلصنا يطلع بره يطبع المينيمم